السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج اسأل الدكتور. يسعدني دايما أن يكون معايا صديقتي وزميلتي الدكتورة نيرة صلاح، استشارية التغذية العلاجية، واللي دايما بنحب نجاوب في برنامجنا على الأسئلة الشائعة حول الأمراض المختلفة. أهلا بك دكتورة. أهلا بك أستاذ محمد. طبعا احنا الحلقة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن مرض السكر وعن تقسيمه وأنواعه وبعض الأعراض اللي بنحس بيها أو اللي بتظهر واللي بنقدر نعرف من خلالها إن المريض مريض سكر. النهاردة بقى عايزين نتعرف على سؤال مهم جدا جدا. دايما الناس بتقول ان احنا بنلجأ الى الطب البديل او الى العلاج العشبي او الطب النبوي في العلاجات دلوقتي للامراض المختلفه بما فيهم حتى الامراض المستعصيه زي السرطان او غيره. فدايما عندنا سؤال، هو في علاج لمرض السرطان لمرض السكر عن طريق الاعشاب او الادويه العشبيه او الوصفات؟ طبعا هو انا عايزه اقول لك ان الاعشاب ليها دور قوي جدا في علاج مرض السكر، بس طبعا انا عايزه اذكر حاجه مهمه في الاول. مريض السكر اساسي ما يقدرش يستغنى عن الادويه، خصوصا لو كان تايب 1. احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن النوع الاول من السكر والنوع الثاني من السكر. النوع الاول من السكر انا قلت ان فيه نقص للانسولين، فعشان كده ان احنا بعوضه بانسولين خارجي. فما ينفعش طبعا الاعشاب هي مجرد ان هي هتظبط مستوى السكر في الدم. لكن في النوع الثاني في زياده مقاومه عندنا للانسولين، يعني الانسولين عندنا موجود في الجسم بس موجود بكميات قليله جدا في الجسم مش شايفه. فعشان كده انا بزود عندنا الحساسيه بتاعه الانسولين عشان تقل المقاومه، بحفزه يعني بديله أيوة. تحفيز. ايه بقى دور الاعشاب؟ طبعا احنا في البدايه اهم حاجه عندنا لعلاج مريض السكر الحلبه. الحلبه مهمه جدا. عايزه اقول لك ان الحلبه دورها اساسا ان هي بتقلل من مقاومه الجسم للانسولين، غير ان هي بتقلل من مستوى السكر بالدم. طبيعي ان هي قللت مستوى السكر بالدم يبقى هي قللت من معدل هضم الطعام. وبما ان هي قللت من معدل هضم الطعام فقللت من ارتفاع السكر بالدم. مهم جدا ان الحلبه لازم تتاخد بعد اي وجبه، يا اما تتاخد عندنا ككوب عندنا ساخن او تتاخد ان هي خضراء، عادي ان هي تتاكل بعد الاكل. طيب وده للمرضى اللي بيعانوا من السكر في الحالتين، الحاله الاولى او الثانيه؟ ايوه في الحاله الاولى وفي الحاله الثانيه. تمام. بس ايه الفرق بقى عندنا؟ في الحاله الاولى عندنا هي بتظبط مستوى السكر، تمام؟ اما في الحاله الثانيه هي بتعالج مرض السكر نهائيا. تمام. طيب احنا عايزين بقى، يعني كنا نعرف ان في الطب الصيني وفي استخدام العلاجات كانوا بيستخدموا العلاج بالميه. أيوة. هل الميه ليها تاثير او ليها دور ممكن تستخدم في علاج السكر؟ انا عايزه اقول لك ان هي ليها دور كمان قوي جدا. يعني احنا لو اخذنا 4 كوب ميه يوميا، يعني الصبح ان شاء الله قبل الفطار تمام بساعه، واخذناهم لمده شهرين، هتعالج مريض السكر تايب 2 بشكل نهائي. زي ما احنا قلنا من شويه، مريض تايب 2 هيتعالج من السكر لان في انسولين موجود في جسمه، بس انسولين افرازه طبعا بيكون قليل زي ما احنا اتفقنا. تمام. عشان كده بناخد 4 كوب ميه يوميا تمام قبل الفطار بساعه لمده شهرين. ده هيعالج عندنا مريض السكر تايب 2، لكن هيظبط مستوى السكر اللي هو بيكون تايب 1، يعني هيحسن مستوى السكر في الدم. في سؤال مهم وبعدين نرجع معلش للوصفات دي، السؤال ده ملح جدا يعني. ليه مريض السكر دايما عنده حاله انفعاليه او دايما يتقال لك مثلا ابعد عنه ده عنده السكر او ده عصبي عنده السكر او السكر جاله نتيجه عصبيه؟ هل في الموضوع ده له علاقه؟ يعني هل السكر فعلا له علاقه بعصبيه شخص او بانفعاله الشديد او حساسيه حتى الاطراف؟ كان دايما يقول لك ان مريض السكر حتى اصطدام الاطراف ايديه او رجليه باي حاجه حتى لو بسيطه بتؤدي الى الم عالي جدا. هل ده له علاقه بالمرض يعني فعلا؟ هو الشخص بشكل عام لما بيجي بينفعل طبيعي ان في عندنا هرمون اسمه هرمون الادرينالين. لما بيجي يرتفع عندنا هرمون الادرينالين في الجسم بيفرز كميات من هرمون الانسولين بشكل كبير جدا. تمام. طبعا هرمون الانسولين ما بيفرز في الجسم بيساعد على بناء الدهن زي ما انت شايف انت عارف، وكمان بناء العضلات. فطبيعي بيزيد الافراز عندنا وبالتالي بيزيد السكر، وبالتالي كده طبعا بيحصل خلل في الجسم. تمام. في بقى وصفه علاجيه كنا لسه بندردش فيها من شويه، بتتكلم عن اوراق الزيتون. هل ورق الزيتون له دور او زيت الزيتون كمان بصفه عامه، هل الزيتون وورق الزيتون ده له دور؟ لان انت كنت قلت لي ان في بحث كبير قوي في الرساله بتاعت الدكتوراه بيتكلم عن النقطه دي، فعايزين نفيد الناس بيها. انا عايزه اقول لك بقى اوراق زيت الزيتون وفوائدها، هي ربنا سبحانه وتعالى جعل اوراق زيت الزيتون فوائد كتيره جدا. تمام. مش بس لعلاج السكر، احنا اتكلمنا قبل كده كانت حلقه عن بلدوزر الشرايين لو تفتكر. تمام، في الحلقه زمان. ايوه كنا قلنا ان احنا بنجيب عندنا زيت الزيتون وبنضيف ليه خل التفاح، وده اللي احنا كنا بنسميه بلدوزر الشرايين لعلاج مرضى الكوليسترول. طب معلش بس لحظه بس تاني يا جماعه لو سمحتم، عشان الوصفه دي كانت مهمه جدا. احنا قلنا تاني
زيت الزيتون. احنا كنا بنجيب مع عندنا زيت الزيتون مع إيه بقى؟ مع خل التفاح. احنا كنا قلنا عندنا نص فنجان بنضيف ليها معلقتين من خل التفاح وبنقلبها كويس جدا وبتتشرب عندنا مره. الوصفه دي كانت مهمه جدا وكان في ناس بتسال عليها في حلقه عملناها كده يمكن من سنه ولا حاجه، وكانت الاسم كان مبهر. كان مبهر، بلدوزر الشرايين، وعملت ضجه يعني. طب نرجع بقى للورق بتاع انا هكمل لك. اقول لك اوراق زيت الزيتون كمان ان فيها فيتامين بي المركب. عايزه اقول لك فيتامين بي المركب ده مهم جدا لمريض السكر. ليه؟ لان بيقوي الاعصاب. وفيها ماده كمان بسميها اللي هي الام اس ام. ايه فوائد بقى الام اس ام؟ فائده الام اس ام ان هي بتعمل تقويه للعضلات بشكل عام. بالنسبه لمريض الدايبيتس هو محتاج فيتامين بي مركب ومحتاج الام اس ام. بالاضافه كمان ان انا لو جبت عندنا اوراق زيت الزيتون وحطيتها على لتر ميه وقلبتها كويس جدا لمده 3 دقائق وصفيتها وحطيتها في الثلاجه تمام، وشربت فنجان قبل الفطار وفنجان قبل العشاء، دي بتعالج مريض السكر نهائيا تايب 2. طيب مش طيب احنا برضو نوضح الوصفه دي تاني، بس انا عندي سؤال. الميه دي مش سخنه، ميه عاديه. احنا بنجيب اوراق زيت الزيتون ونحطها عندنا. ورق زيت الزيتون تمام. نحطه في ميه عاديه من الحنفيه. تمام. ونجيب لتر ميه. اوكي. وبعدين احنا بنغليها لحد يعني 3 دقائق كده تقريبا. ونقلبها كويس جدا ونصفيها. بعد ما نصفيها بيشرب يعني المريض. يعني الورق يغلي جوه الميه. ايوه تمام. مش يتحط زي الشاي كده ولا حاجه. لا تمام. مجرد ان هي تغلي عندنا وبنبدا نصفيها نشرب فنجان قبل الفطار وفنجان قبل العشاء. تمام. الوصفه دي يا جماعه يعني مهمه جدا جدا. عايزه اقول لك كمان حاجه ثانيه، هي غير ان هي بتعالج مرض السكر، هي كمان بتظبط عندنا مستوى ضغط في الدم. تمام. مهم جدا النقطه دي. طيب احنا عندنا بقى المشكله بتاعه تاثير مرض السكر على الاعصاب الطرفيه دي اللي احنا وصفناها، اللي هو احساس المريض بالالم في ايديه او في رجليه مع اصطدامه باي حاجه كده. طيب في بعض الدراسات او الفحوصات كانت بتقول ان البصل او الثوم او عصير البصل والثوم ده ليهم علاقه وثيقه بمرض السكر، ومن الواضح ان الموضوع ده كبير يعني جدا. يعني ايه بقى علاقه البصل والثوم بمرض السكر؟ انا عايزه اقول لك ان البصل والثوم ده بيزود حرق السكر في الدم بشكل كبير جدا. الاهم من كده ان البصل بطلق عليه مضاد حيوي قوي جدا. يعني المريض لو اخذ عندنا مع اي وجبه سواء وجبه الافطار او وجبه الغداء او وجبه العشاء، اخذ كوبايه ميه وعليها معلقه صغيره جدا من عصير البصل، او اخذ حتى بصلايه صغيره مع الوجبه، ده هتزود من مقاومه الجسم عندنا للانسولين بشكل حلو جدا، وهتزود فعاليه الانسولين. وطبعا كده انا بعالج السكر بشكل نهائي تايب 2. عندنا بقى سؤال، وده بقى بصراحه لقيت احنا كشعب مصري كثيرين الافتكاسات، يعني احنا بنحب نقول راينا كده ونعمل مجال وحركه وبتاع. فالشعب المصري عندنا بيقول هو انا ممكن اكون مريض سكر فاستعيد عن السكر الطبيعي اللي بنستخدمه ده بالسكر الدايت او حاجات زي كده، هل ينفع لمريض السكر انه ياخد اي نوع من انواع السكر التحليه او بدائل السكر؟ بص، هو دايما انا بقول للمريض انا مش هحرمك نهائيا او مش هحط لك نظام غذائي، انت هتاكل عندنا كميات معينه من الاكل وخصوصا السكريات. يعني مثلا هو عايز يقول لي مثلا انا عايز حته كنافه او قطعه كنافه. تمام. قطعه الكنافه دي السعرات الحراريه بتاعتها بتكون محسوبه 400 مثلا سعر حراري. طالما انا اكلت قطعه الكنافه دي يبقى انا باخد من السعرات الحراريه بقيه الاكل، يعني لازم اقلل طبعا الدهون والنشويات والبروتينات. لان لازم مريض السكر الاكل بشكل عام لازم يكون بالانس عندنا متوازن، يعني في دهون وفي نشويات في بروتينات، ولو انا اكلت سكريات لازم تكون نسبه محسوبه، مش ان انا احرمه نهائيا. بمناسبه بقى الكنافه. الكنافه بقى بتاعت رمضان، صيام رمضان، عندنا برضو في حكايه كده عايزين نقولها. احنا دايما يا جماعه عندنا مشكله في الصيام، احنا حتى كاشخاص طبيعيين يعني حتى مش مرضى سكر او حاجه، الاحساس بالتخمه، الاحساس بالشبع المفاجئ بمجرد بدايه الافطار، الاحساس بالهبوط العام. هل مريض السكر يقدر يصوم ولا ما يصومش؟ يعني انهي نوع فيهم اللي ينفع له صيام وانهي نوع اللي ما ينفعلوش صيام؟ هو لو المريض معتمد على الانسولين في العلاج ما ينفعش ان هو يصوم نهائيا. لكن لو المريض معتمد على الاقراص، لا، ده انا بعمل له نوع من انواع التست قبل رمضان بشهرين ثلاثه. تمام. يعني لازم يظبط الاكل، لازم يكون متوازن بشكل عام، ولازم يكون بالانس زي ما احنا قلنا، وكمان يكون كنترول عندنا. طيب بالنسبه بقى لاستخدامات الانسولين، يعني ايه الاستخدامات الفعليه ليه، وايه الجرعات اللي ممكن تكون جرعات امنه لمرضى السكر، او بتحدد ازاي الجرعه يعني؟ هو الاندكيشن بتاع الانسولين بيكون اندكيشن محدود جدا. تمام. يعني انا بستخدم الانسولين عندنا في النوع الاول من السكر، لان طبعا النوع الاول من السكر بيكون في نقص في الانسولين. تمام. ما عندوش انسولين. ليه؟ لان طبعا الجهاز المناعي بيحارب خلايا البيتا اللي بتطلع الانسولين. كمان عايزه اقول لك ان انا بستخدم الانسولين في بعض الحالات تايب 2. ليه؟
انا عندي مريض عنده غرغرينا مثلا في رجليه، تمام، ما ينفعش ان انا اديه راس تماما، لازم ادخل انسولين. كمان عندي المريض اللي عنده اسيتون وكيتو اسيدوس، لازم طبعا ان انا ادخل انسولين. وفي بعض الاقراص دي بتكون قويه جدا على فكره وفعاله في السوق، زي مثلا عندك البايجنيز. البايجنيز مهم جدا. واكتر حاجه يا استاذ محمد عجبتني جدا في البايجنيز الطريقه عندنا المكتوبه في البامفلت، الطريقه السحريه عندنا لاستخدام البايجنيز. قال لك الطريقه اللي بينظم بيها البايجنيز عندنا السكر طريقه غير معلومه. تمام. ده غير بقى طبعا في ادويه ثانيه بتنشط البيتا سيل، فطبعا بتطلع انسولين بنسبه كبيره جدا، وطبعا ده بيحسن مستوى السكر في الدم. طبعا احنا الموضوع مهم جدا وكبير واسئلته كتير جدا جدا، يعني احنا باستمرار حتى على الصفحه بتاعت البرنامج صفحه اسال الدكتور على الفيسبوك بنتلقى اسئله كتير جدا جدا ومهمه، ومعظمها اسئله فعلا يعني عامله لغط في الشارع، وتلاقي المصطلحات مختلفه والناس كل واحد بيتكلم باسلوبه او بطريقته. ايه المعلومات المهمه قوي او ايه الاسعافات الاساسيه اللي انا ممكن اعملها لو صادف قدامي ان حد في مريض سكر، انا اتعرضت لحد عنده غيبوبه سكر، اعرف منين اصلا ان دي غيبوبه سكر؟ يعني ممكن يكون نايم، يعني انا يعني فهماني بيحصل اختلاف كده، ده غيبوبه سكر ولا نايم ولا مغمى عليه ولا ايه؟ هو سهل قوي ان انا افرق ما بين الغيبوبه وان هو نايم. تمام. هو طبيعي لو انا جيت جنب المريض وجيت مثلا قرصته في ودنه، طبيعي لو هو نايم. طب انا راجل نومي تقيل، انا ممكن يعني هديته البيت مش هصحى. ممكن اي نوع من انواع الاكسرسايز، ممكن اجيب القلم مثلا وبدخله ما بين عندنا اطراف الصوابع وبضغط جامد. طبيعي لو هو نايم هيصحى، لكن لو هو في غيبوبه مش هيصحى معايا. دي حاجه. الحاجه الثانيه انا لازم اشوف هي ايه اسباب الغيبوبه او اسباب نقص السكر ايه؟ يعني ايه الموضوع اللي خلى. هو انا عايز اقول لك على حاجه، هم دلوقتي بيبلغوني ان الناس بتعمل اتصالات كتير جدا عايزين الوصفات اللي احنا قلناها في الاول، عايزين يشوفوها. فانا هستاذنك ان احنا يا جماعه دلوقتي الوصفات اللي الدكتوره قالتها او بعض الوصفات اللي قالتها الدكتوره هتنزل دلوقتي على الشاشه قدامكم، علشان خاطر انتوا طلبتوها وهم قاعدين بيبلغوني اهو في الاير بيس ان في اتصالات كتير بخصوص الموضوع ده. موجوده دلوقتي هي قدامكم على الشاشه، مشروبات لعلاج مرض السكر. هو اهم حاجه زي ما احنا قلنا في الاول اللي هي الاربع كوبايات ميه. تمام. دي قبل الفطار بساعه، وده لمده شهرين متواصلين. تمام. ده بيعالج عندنا التايب 2 من السكر. تمام. وبيظبط مستوى السكر لتايب 1. تمام. الحاجه الثانيه كمان القرفه، القرفه مهمه جدا، لان القرفه بشكل عام بتزود استجابه الجسم للانسولين، غير ان هي بتزود تحويل الجلوكوز عندنا بنسبه تقريبا 20%. عشان كده دايما بيقول لك اللي بتشرب قرفه كتير بيخس. ليه؟ لان هي بتزود عندنا استجابه الجسم للانسولين. طبعا غير كمان هي بتحافظ على مستوى السكر في الدم. ده حكايه الحبوب الكامله. الحبوب الكامله بقى، العس، ابو جبه، والفول، والحمص، والحاجات دي كلها بتزود من فعاليه الانسولين بشكل حلو جدا في الجسم. غير ان هي بتزود من فعاليه الانسولين بتقلل السكر اللي موجود في الدم طبعا. البصل والثوم زي ما احنا اتفقنا مع بعض ده بيقلل حرق السكر في الدم. في كمان على فكره ما عرضش في الشاشه عندنا الكرنب والارنبيط. بشكل عام ده بيزود من فعاليه الانسولين. تقريبا انا ملاحظ ان الموضوع له علاقه بوصفات التخسيس، يعني كتير قوي. الموضوع فيه تداخل مع وصفات التخسيس. احنا لو اتكلمنا بنتكلم عن علاقه السمنه بمرض السكر، وده موضوع تاني نتكلم عنه. لا ده احنا ده عايز له حلقه، ده لان احنا كلنا بنعاني من حاله السمنه دي ومش عارفين نخس بصراحه، يعني الشعب المصري كله عنده الكارثه دي. بس احنا هو موضوع بسيط جدا، بس هو الفكره كلها ان هو لايف ستايل، لازم يكون نظام حياه. احنا هنغير النظام ده ان شاء الله كلنا مع بعض. احنا بس عندنا كمان استفسار صغير كده، يعني ليه بالرغم ان احنا في الشعب المصري يعني بيعتمد اصلا على الحبوب بشكل كبير، يعني معظم الاكلات عندنا شعبيه شويه، العدس، الفول، العدس، الفول المدشوش وغيره، وبرغم من كده يعني برضو يعني مرض السكر يعتبر نسبته عاليه عندنا. هل ده له علاقه بنظام الحياه بقى، اسلوب الحياه بصفه عامه، صح كده ولا ايه؟ هو هقول لك الحاجه، اسباب مرض السكر كتير جدا، ممكن تكون سبب جيناتيك اللي هو الاب او الام او الجد او الجد زي ما احنا قلنا. ممكن كمان اللايف ستايل زي ما احنا قلنا، نظام الحياه ان هو متعود ان ياخد سكريات بنسبه كبيره جدا. الاستريس الانفعالي زي ما احنا قلنا من شويه برضو اللي هو هرمون الادرينالين. في اسباب كتيره جدا، وفي بقى اهمها كمان مرض السكر اللي بيحصل عند الناس الكبار اللي هو تايب 2، نتيجه طبعا السكريات الكتيره ونتيجه السمنه، ان هو في معدل كتله دهون كبيره جدا. هو عموما احنا برضو زي ما قلت لحضرتك يا دكتوره، يعني احنا ايه الموضوع ده هيبقى فيه بينا كلام فيه كتير، لان احنا طبعا مع بعض في حلقات كتيره جدا في الموضوع ده، لكن احنا بس عشان فاضل معانا حوالي دقيقتين، فاحنا عايزين في عجاله علاقه او تاثير السكر على القلب والشرايين.
معانا دقيقتين. المشكله بقى في مضاعفات السكر على القلب والشرايين، هي بتسبب ذبحه صدريه وبتعمل نوع من انواع الاثيروسكليروزيس اللي هو تصلب الشرايين. نسبه التصلب اللي موجوده عند مريض السكر بتكون اعلى كتير جدا عن المريض العادي. في حاجه اخيره بس هنقولها كده في دقيقه، علاج مرض السكر. علاج مرض السكر اول واهم حاجه فيه الري اشورانس. يعني ايه ري اشورانس؟ هي اعاده الثقه للمريض في نفسه، ان انا بعمل زي اوبن سبجكت عندنا البيشن، ان انا بطلع كل اللي جوه المريض عشان اقدر افهم المريض ايه الصح وايه الغلط. وكمان ان انا ما احرموش من الاكل، بالعكس انا بديله كل الاكلات بس بنسب معينه وبعدل النظام الغذائي بتاعه. يعني بشوف هو بياكل ايه الصبح، بياكل ايه الظهر، بياكل ايه بالليل، وابدا اعدل النظام الغذائي بتاعه. احنا طبعا بنوجه عناية السادة المشاهدين ان احنا ممكن تتواصلوا مع صفحة البرنامج على الفيسبوك، برنامج اسأل الدكتور، علشان خاطر نعرف نجاوب على كل الاسئلة. الموضوع كبير ومهم، وان شاء الله باستمرار هيبقى معانا حلقات في انواع مختلفة ومناقشة انواع مختلفة من الامراض اللي بتشغل الرأي العام. كلمة اخيرة من الدكتور. طبعا في نهاية حلقتنا اليوم نتمنى ان احنا نكون عند حسن ظنكم وعلى وعد بلقاء جديد وموضوع جديد مع اسأل الدكتور، تقديم دكتورة نيرة صلاح واستاذ محمد عنبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.